النهاردة هنتكلم عن أول ليسون في يونت 1، وهو بيتكلم عن الديسيمال نمبر 3 البليز فاليو ليها. طيب أول حاجة، يعني إيه ديسيمال نمبر؟ الديسيمال نمبر هو نمبر بيحتوي على ديسيمال بوينت. فور إكزامبل، لو قلت 52.85، البوينت دي اسمها ديسيمال بوينت، و 52.85 ده ديسيمال نمبر. يبقى ديسيمال نمبر هو نمبر بيحتوي على ديسيمال بوينت. طيب if we have this number, what is the place value and value of each digit? أول حاجة أنا عندي decimal point أهي. أوكي طيب، the left part لي decimal point دي الحاجات العادية اللي احنا درسناها السنة اللي فاتت واللي قبلها، يعني 3 ده in A in ones. يبقى the place value of 3 ones. أوكي طيب، the value لي هتكون 3. تعالوا بقى لي الرايت بارت للديسيمال بوينت. الرايت بارت للديسيمال بوينت دي بقى الحاجات اللي احنا هندرسها السنه دي، دي الحاجات الجديده. اول حاجه الفايف، الفيرست ديجيت افتر ديسيمال بوينت بقول عليه او البليس فاليو لي تنس، اللي هي 10 وبزود لها تي اتش اس. اوكي طيب، الفاليو هتكون ايه؟ 3 out of 10 اللي هي equal 0.3. طيب السكند ديجيت افتر ديسيمال بوينت اللي هي ال 8، البليس فاليو ليها 100، البليس فاليو ليها ايه 100. اوكي اللي هي 100 وبزود لها تي اتش اس. طيب الـ value للـ 8 هيكون 8 out of 100 اللي هي equals 0.08. طيب الـ third digit after decimal point الـ place value ليه هيكون thousands، اللي هي thousand وبزود لها THS. طيب الـ value ليه هيكون ايه؟ 6 out of 1000 اللي هي 0.006. لو قال لي write the place value and value of digit 8. طيب أول حاجة أنا عندي 58.32، البليس فاليو لل 8 هيكون ونس، الفاليو ليها 8. طيب سكند نمبر هنا وي هاف 62.85، أنا عندي ال 8 دي هو الفيرست ديجيت افتر الديسيمال اي بوينت، من ناحية الرايت هيبقى البليس فاليو ليه 10 اللي هي اخرها تي اتش اس، والفاليو هيبقى 0.8. next we have 0.038، ال 8 هو الثيرد ديجيت افتر ديسيمال بوينت، البليس فاليو ليه هيكون thousands اللي هي 1000 وبزود لها تي اتش اس، الفاليو ليه هيكون 0.008.